وفي صحراء جوبي عثر الأثريون السوفييت على مدن تحت الأرض قد أخفتها الرمال. وفي الصحراء العربية وكذلك بالقرب من مأرب باليمن عثروا على بقايا سبأ وعلى عرش بلقيس وعلى مدن مطمورة في التراب وعلى قنوات وسدود تؤكد وجود حضارة عربية قديمة عريقة. وفي شمال الصحراء العربية عند مدينة تدمر حيث كانت مملكة زنوبيا تدل الآثار على أن هذه المنطقة كانت جزءاً من أرض مزروعة وأنها لم تكن صحراء جرداء كما هي الآن. واليونان بها مدينة صغيرة اسمها كابوا، يقال إن هرقل هو الذي هدمها، مع أن هرقل شخصية خرافية ولا بد أن يكون السبب هو كارثة كونية أو نفس الكارثة التي أحرقت الأرض كلها. وفي بحيرة كوبيس باليونان أيضاً توجد مدينة تحت الماء، وفي هذه المدينة شوارع وقنوات للمياه واسعة عميقة، ولم تعهد اليونان في كل تاريخها مثل هذه القنوات الهندسية الشكل.